السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات أم العربي، كنت كتار اللي طلبتوا مني خبز ديال الطوست، نتمنى يروقكم وينال الإعجاب ديالكم. هذا اللي غنوجد معاكم هو اللي كان نديرو في البيت ومعتمد عندي، تيجي لي بزاف زوين بحال اللي كيتباع. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الكامل، يعني القمح بالنخالة ديالو، هذا معاه 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، معاه معلقه صغيره ديال الملح، هنا 50 غرام ديال الزبده وما يعادل واحد جوج معالق كبار، هنا 40 غرام ديال السكر سنيده كيعطينا واحد 5 المعالق ديال السكر، انا هنا درت غير 3 المعالق كبار بركه، هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، 300 مليلتر كيف كتشوفوا، فهمتوا، 300 مليلتر ديال الحليب السائل اللي يكون دافي، هي جوج كيسان عنبه، وهنا واحد السكر فانيلا، واحد الكيس ديال السكر فانيلا 7 غرام. غادي ناخذ لو بول ديالنا ديال العجان، انا غادي ندير في العجان، نتوما عجنوه غير بيديكم. غادي ندير القمح، نزيد عليه الدقيق الابيض اللي معاه شويه الملح، وغندير المكونات الاخرى كامله، الخميره ممكن تذوبوها في الحليب، هنا سكر فاني سنيده، وهذوك جوج معالق ديال الزبده، وغادي ندير الحليب 300 مليلتر كامله، وغادي نديرو يتعجن مزيان وغنتلاقاو. كيف كتشوفوا هنا العجين ديالنا راه تجمعات مزيان، ود الكاس هكا كتجي، فهمتوا. دابا غادي نرجعها وغادي نخليها تختمر ليا اولا تخمر حتى يضاعف لينا الحجم ديالها، غادي نغطيها ونخليها تخمر. الخبز العجينه ديال الخبز الطوست ديالنا هي هذه، يعني غلفتها بالسلوفان كيف كتشوفوا، هو هذا من كيخمر كيولع على هذا الشكل، خليته حتى كيضاعف الحجم ديالو، كنحيدو من الطاوه. هذا هو المول ديال الطوست اللي غندير فيه انا، هو المول اللي بالغطايه خاص ديال الطوست، اللي ما عندوش تيدير غير مول طويل هكا ديال الكيك عادي. دابا غادي ناخذ هذا الخبز ديالنا وغادي نغرسو غير بيديا شويه، هانتو كيف كتشوفوا كنغرسو، علاش كنخبيزه بحال هكا، وغناخذ هذا الجنب وغندير ليه وهذا حتى هو ها، وغادي نبدا نلوي بحال هكا، وغادي نعاود نلوي ثاني بحال هكا وبحال هكا، صافي. كيف كتشوفوا بحال هكا، دابا غادي نديرو في المول ديالو على هذا الشكل، فهمتوا، وغادي نحاول نقرصو باش ياخذ ليا لا فورم ديال المول بحال هكا، وغادي نخليه يخمر للمره الثانيه، ومني غادي يخمر غادي ندخلوه يطيب في الفران، بحال كنطيبوا الخبز، يعني كل سيده على حساب الفران ديالها، كيكون الفران بعدا سخون بحال غنطيبوا الخبز بحال هكايا. انا الغلاقه درت فيها شويه ديال، درت فيها ورق سيلوفيريزي بحال هكايا، وغادي ندهن المول، راني دهناه بشويه ديال الزبده، وغادي ندهن حتى الورق ديال الطبخ بحال هكا، صافي. وغادي ندخل نسد، نحاول نسد، وغادي نخليه مره اخرى يخمر، ومني غيخمر غادي ندخلوه للفران يطيب، ومني غيطيب غادي نقدموه بصحه وراحه. الطوست ديالنا هو هذا كيف كتشوفوا، مني خرجته من الفران طاب، دابا غادي نقلبوا في واحد الطبق وغنخليه حتى يبرد، خاصو يبرد مزيان ما نقطعوش ديك الساعه، وباش يجينا ساهل في التقطيع وما يتهرش لانه كيكون رطب بزاف. دابا غادي نقلبوه في الطبق ديال التقديم، انا هنا جبت طبصين وغادي نخوي فيه هذا الخبز ديالنا، هانتوا كيف كتشوفوا هو ما كيلصق ما والو، كيف قلت اللي ما عندوش هذا المول ماشي مشكل، ممكن يدير حتى المول ديال الكيك هذاك الطويل. هو هذا الخبز ديال الطوست ديالنا، غادي نخليه حتى يبرد وغادي نقطعوه مع بعضياتنا ونقدموه بصحه وراحه. الخبز ديال الطوست ديالنا من يبرد غادي نقطعوه. بالنسبه للخبز الطوست في الباتيسريات عندهم واحد الاله خاصه باش تيجيهم قد قد،
فهمتوا؟ غادي نقطعوه كامل بحال هكا. هانتو كيف كيجي، كيجي مفشفش وخاوي، يعني ماشي مدقص داك اللي كيكون بحال هكا. هانتو كي كيجي، انا غادي نكملو في التقطاع على هذا الشكل. انتوما ممكن اللي ما بغاش يديروا بالبان كومبلي كامل ممكن يديروا غير بالفورس، يعني نص كيلو ديال الدقيق الابيض الفورس. انا غادي نكملو في التقطاع وغادي نقدم لكم الشكل النهائي ديالو. هو خبز الطوست مني قطعناه على هذا الشكل تيجينا. نتمنى البنات اللي طلبوا مني الخبز ديال الطوست يروقهم وينال الاعجاب ديالهم. وإلا عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بود والى وصفه قادمه بحول الله.